ثلاث نقاط الفرق اللي بنوع فيها الدين. الدين القيمة طابع الضمير الداخلي، والطالب الذي يطلب سلوكا يعطيه إطار معرفي، والذي يعطينا إطار ماذا نفعل وماذا لا نفعل. الدين يعتبر هو الطالب الأساسي الذي يعطينا أعراض المجتمع ويعطينا فيه المجتمع، هو المفسر الوحيد لماذا نحن نعيش ولماذا نحن نفعل. ولذلك كل مجتمع حتى المجتمع الملحد له أيضا ضابط ديني، حتى لو لم يكن ليس مهتمين فهو حقيقة مهتمين. إذا الدين ضابط داخلي موجود لدينا، إذا المصدر الثالث مصادر البرمجة هو مصدر الدين. الدين يقوم أيضا بإعطائنا تعابير، ما هي القيم الموجودة؟ ولذلك تعالى نتكلم عن شيء يسمى المبادئ والقيم. المبادئ كنا تعريفها هي عبارة عن معايير الاجتماعية والدينية، القيم الدينية. المبادئ عبارة عن معايير الدينية والاجتماعية، أي تعطينا إطار سلوكي ومعرفي وإدراكي لماذا نعمل وماذا لا نعمل. ولذلك الدين واحد من هذا الإطار من يسمى المبادئ. قيمنا مرتبطة بهذه المبادئ. ولذلك القيم لدينا مرتبطة مقدمة بديننا. متى ما تحدث شخص ما عن الدين فنشعر مقدمة بأنه يتحدث عن أمرين مهمين بالنسبة لنا. ألا وهي القيم؟ وهي المبادئ. ولذلك دوما نحن حريصين على أن نحافظ على المستوى قريب ما بين قيمنا وما بين مبادئنا. إلا أن قيمنا متحركة ومبادئنا مبادئ ثابتة. نحن في الحقيقة نشكل مبادئنا الأساسية المرتبطة بهذا الدين في السنوات الأولى. وهذا هو دور الخطوة. وهذا هو دور الرب. المصدر الرابع من مصادر البرمجة هو البيئة. عندما أقول البيئة هنا فإن هذه البيئة تعطيني موروث. هذه البيئة تعطيني نمط حديثي، نمط كلماتي، طباعي، آثاري، كيف أتعلم، كيف أتربى، وبالتالي هذه البيئة تحكم نمط معيشتي وكيف أتفاعل مع الآخرين. فإذا انتقلت إلى بيئة أخرى فعندي سؤال فارغ ما بين تلك البيئة وهذه البيئة، وسوى قال لذلك أهل الجبال لهم بيئة، وأهل الساحل لهم بيئة، وأهل الساحل لهم بيئة، لكل أناس بيئة تتناسب معهم. البيئة أيضا تعطينا أحيانا أنماط حتى جسمية وفيسيولوجية، تعطينا أحيانا نمط البشر، تعطينا أحيانا الطرق والكلمات، طريقة التحرك. ما هو موجود في بيئة حرفية سائل لديهم بأن هذا مسموح، قد يوجد في بيئة أخرى أنه سائل وهذا مسموح. ولذلك من مصادر البرمجة الأساسية التي تبرمج تحبونها أيضا البيئة التي نحن نوجد فيها. إذا البيئة التي نحن موجودين فيها تكون أحيانا دورنا كبير جدا في برمجتنا، والبيئة في هذا الأمر لها نوعين. بيئة تسمى بيئة غنية، وبيئة تسمى بيئة فقيرة. توقف، ليست بيئة غنية فقيرة أو غنية غنية، لا. بيئة غنية بمصادر الثروة المعلوماتية والثقافية. في هذه البيئة قدرة على تمتلك الكثير من المعلومات وكثير من الموارد. فمثلا يمكن ان يولد في عائلة متعلمة وفي بيت يوجد مكتبة وتوجد مصادر للتعلم، بالتالي فهذه البيئة تكون بيئة غنية. لأنها تعطيه مصدر للمعلومات، وهذا قد يكون فرق أحيانا ما بين القرية وما بين المدينة. بيئة أخرى تسمى البيئة الفقيرة، وهي بيئة من موارد التعلم فيها ومصادر التعلم بالنسبة لها تعتبر فقيرة. الطفل عندما يولد في بيئتين مختلفتين، عندما يولد في بيئة للكبار في طفلين مختلفين في بيئتين مختلفتين، فإن هذا المقارنة تعتبر مقارنة ضايعة، مثلما عندما تقارن الكامري بجارد بروز. لأن هذه البيئة بيئة غنية والثانية بيئة فقيرة. ولذلك يجب دائما ان نسال انفسنا ما هي البيئه التي نوصلها لابنائنا ليتعلموا في البيت؟ هل في يوم من الايام فكرت ان تشتري كتاب ليس من اجل ان تقراه انت بل من اجل ان تضعه في البيت من اجل تطلع عليه ابنك؟ هل في يوم من الايام فكرت ان توفر في بيتك بيئه فقط من اجل ان تساعد ان تكون بيئه غنيه لابنائك؟ هل فكرت عندما اشتريت هذا الجهاز الالي ووضعته في بيتك كيف تجعل هذا الجهاز الالي مصدرا معلوماتيا لهذا الطفل؟ أما أنك دوما تفكر فقط كيف تستطيع استخدام هذا الكتاب وقراءته، فقط تستطيع استخدام هذا الجهاز والاستفادة منه أنت واحد. إذا البيئة لها دور كبير جدا في إنجاز سلوك الأطفال. رأيي أنه حتى البيئة تؤثر حتى على الوالدين بالنسبة للولد. نعم. فإنها تختلف فإنه أجمل للولد. نعم. لما يكون الولد الأب والأم من بيئتين مختلفة، مع الولد أذكى وأشطر وأنصح وأنجح، هذا شيء معروف حتى علميا. يعني
آخر هو شيء الذي يتم نمط التعلم، محفز التعلم، محفزات. فالمحفز التعلم هل هذا المحفز محفز التعلم يعمل أو لا يعمل؟ وبالتالي احنا أحيانا فعلا نوفر مكتبات ونوفر فيها جزء من أبنائنا، لكن لم نعلم أبنائنا أمرين. لم نعلم أبنائنا كيف يتعلمون، وبالتالي كيف هو يبحث. رقم اثنين، لم نجعل التعلم من أبنائنا ذاتيا، يعني محفز التعلم ذاتي. وبالتالي قد يكون فعلا الكتاب موجود أمام الإبن لكن لا يقرأ، قد يكون الشهادة موجود أمام الإبن لكن لا يقرأ. المحفز هو المنحة إذا ما تحدث عن الجزء الأول هو التوفير فيها. الجزء المحفز أمر آخر.